تعليق حضرتك على قرار إيقاف مجلس حضرتك لمدة سنة عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة اليد محليا قاريا دوليا. والله نترك الحكم للجماهير المصرية والعشاق كرة اليد ولمتابعين الرياضة في مصر كلها. لو هم شايفين هذا الاتحاد اللي أعتقد هو كرم من قبل الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الأفريقي كأفضل اتحاد في آخر 4 سنوات، ده لمدة 3 سنين على الأقل، مش بالكلام، بالإنجازات اللي تمت واللي حصلت. ما اعتقدش ان في اي لعبه في مصر حققت كم هذه الانجازات في اخر 4 سنوات. طيب ارد على النقطه دي، اتفضل. يعني هعتبر ان انا واحد من الجمهور وهقول انه لا، بالفعل اتحاد كره اليد المصري هو الانجح في خلال السنوات الماضيه، لكن هو الحيثيات الخاصه بالقرار ملهاش علاقه بان الاداء كان جيد ولا لا، بل بانه في مخالفات بحسب القرارات الصادره. فايه تعليقك عليها؟ كل هذه المخالفات غير صحيحة بالمرة والكل يعلم ذلك. حفظنا لحضرتك بدءا بي شخصيا موضوع الفقاهة، الحاجة الأسباب غير صحيحة بالمرة، وأنا وصلت دلوقتي لمحكمة الكاس اعتراضا على هذه القرارات. وإن شاء الله عندي يوم 23 مايو جلسة الاستماع اللي هيصدر بعدها الحكم بقى بخصوص موضوع الفقاهة اللي هي ملهاش اي اساس من الصحه. دي نمره واحد. بخصوص القرار الجديد بتاع الاتحاد المصري، حضرتك اولا اسمها لجنه قيم. ما علاقه لجنه القيم بان اللوائح لم تعتمد؟ وهذا الكلام غير صحيح. تم ارسال اللوائح للاتحاد الدولي، وكانت اللوائح في الاتحاد الدولي ساعتها باعلامهم وارسال هذه اللوائح ليهم، وقد تم، وهم ارسلوا لينا ان الدكتور حسن هيحضر الجمعيه العموميه، وقد تم، وحضر الجمعيه صوت وصوره موجود، وكل النقاط اللي اتناقشت فيها. وكل الكلام ده حضرتك من سنه كام بقى؟ 2017 مره و2019 مره، وتم اعتماد كل الاشياء دي. يعني تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكره اليد؟ بعتوا لنا جواب سيتم حضور الدكتور حسن للجمعيه العموميه بتاعتكم. احنا بعتنا لهم اللائحه، وكان القانون بتاع الاتحاد الدولي في هذا الوقت اعلامهم وليس موافقتهم. أي. لكن تم تعديل هذا البند ان اعتمادهم بعد ما كنا احنا بعتنا خلاص اوريدي، وردوا علينا قالوا لنا الدكتور حسن هيحضر الجمعيه، وقد تم وحضر. ثانيه واحده، حضرتك كاتحاد دولي بتمضي معايا التنظيم البطولة والبروتوكولات و و و و وانت معترض على اللوائح في سنة 22؟ ما انت مضيت معايا في سنة 2000 سندت لينا في 2015، وجيت وقعت العقد في 17 و18 و19، يعني حاجات كتير جدا اتخذت عشان تنظيم كأس العالم مع هذا الاتحاد. اشمعنى اتفتح الموضوع ده دلوقتي؟ اشمعنى دي اعتقد سؤال لازم يوجه لحضرتك، انه ممكن يبقى الرأي العام محتاج يفهم في مشكلة ما بين حضرتك وما بين الدكتور حسن مصطفى إطلاقاً تراها اطلاقا. الدكتور حسن مصطفى في عهد هشام نصر كرئيس اتحاد تم تنصيبه للمرة الاولى كرئيس شرفي للاتحاد المصري لكرة اليد مدى الحياة، تكريما لوضعه الدولي. في عهد هشام نصر اصريت وبذلت مجهود ربنا يعلم بيه باطلاق اسمه وتخليد اسمه على مجمع الصالات اللي في 6 اكتوبر. ايوه، عشان انا عارف مكانته الدوليه. تمام. لكن ايه الحجم الجرم اللي حصل؟ حضرتك البطوله دي كان فيها حوالي 2500 مشترك ما بين لاعبين ومنظمين ودكاتره، وانت عارف مدى الصعوبه اللي كانت موجود فيها البطوله. أيوة. هشام اللي اخترق الفقاعه، فريق سلوفينيا بالكامل طلب اكل من بره المعسكر. قدر حد يعمل لهم حاجه؟ هو قرار اول امبارح ده ليه علاقه بالفقاعه ولا ده قرار لا تاني؟ انا بقول لك يا ريت بقى استكفى هشام نصر وخلاص. لا، وقف المجلس اقرا حضرتك القرارات.
كان في لغط شوية على انتخابات 2017، وكان في اعتراض من أحمد إيهاب النحاس على إن الأوراق كان فيها ترقيم وبتاع ومش عارف إيه، وتم التنازل منه شخصيا في اللجنة الأولمبية المصرية، وكتب إقرار إنه لن يتم المعاودة في طلب أي شكوى أخرى وبتاع. فوجئنا إن هو راح قدم جواب في الاتحاد الدولي، والأستاذ الدكتور محمد الأمين بعت جواب للأسف بدون علم أعضاء مجلس الإدارة للاتحاد الدولي إن في شكوى حصلت من 4 سنوات فاتت. تعالوا لو سمحتوا شوفوها دلوقتي. هل ده منطق؟ لمصلحة مين؟ إن أنت هقول لحضرتك حاجة يا أستاذ هاني. سريعاً اتفضل. سريعاً. اتحاد الخماسي المهندس شريف العريان، الاتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني نظموا بطولات كاس عالم بعدينا واعتقد الدرجات في كذا كاس عالم اتنظم في مصر بعدينا. هؤلاء الاشخاص انضموا للاتحادات الدوليه بتاعته تكريما لتنظيمهم وانجازاتهم اللي عملوها. تمام. احنا بره المجلس بالكامل، بره هذا المجلس استلم الاتحاد مديون ب 3 مليون جنيه. الاتحاد المصري لكرة اليد حاليا في فوق ال 100 مليون جنيه استغلالا لحقوق كاس العالم. تمام. في ناس تشجعها. وضحت. طيب عايز قبل ما اختم مع حضرتك، لانه انا اسف جدا الوقت عدى، بس ممكن يبقى تطول المداخله حتى في حلقات مقبله، لان حضرتك مشرفني كالعاده. وهو الـ يعني قدمت شكوى او للمحكمه الرياضيه بحسب ما بدات مكالمه حضرتك، صح؟ دي بتاعتي انا القضيه الاولانيه. وماذا عن الحالي؟ قضيه جديده لسه في مهله بقى للتقديم يعني. وهنقدم برضه، وهنعمل مورناش حاجه، هنعمل ايه؟ احنا خلاص بعدنا عن الساحه الرياضيه تماما بفعل فاعل، لكن هنحاول ناخد حقنا من بره مصر للاسف. المحكمه الدوليه الرياضيه حقك في الاخر اكيد، يعني ما اسمهاش بره مصر، ده هو ده التسلسل الطبيعي. للأسف انا كمحب يعني جدا لمجهودكم، انا ما بتكلمش في الحكم ده، لان انا في الاخر حتى لو انتوا شغالين كويس بس في مخالفات في حته تانية فمنطقي، لكن انا بتكلم في ان لا اعترف بان شغلكم من افضل انشطه الاتحادات على مدار السنوات السابقه على مستوى الاتحادات الرياضيه كلها. لكن قبل ما اختم، هل تنوي الدخول في انتخابات منصب نائب رئيس نادي الزمالك من جديد بعد اعلان استقاله وقبول استقاله اللواء مصطفى هدهود؟ طبعا اللواء مصطفى هدهود راجل محترم جدا، وانا على يقين ان هذا الحدث لا يمس اي حاجه من شخصه. ايوه. لكن لو اتفتحت في الجمعيه العموميه القادمه الانتخابات على المناصب الشاغره، لانها قد تكون اكثر من منصب. ايوه. اكيد انا من حقي ان انا ارشح نفسي، واتمنى ان انا اخدم نادي الزمالك طبعا. بشكرك جدا المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد السابق على وجودك معانا.